مفهوم التعافي السريع يعتبر من المفاهيم الحديثة في الطب التي تعلقت في السنوات الماضية بالجراحات الكبيرة، إنما هذا المفهوم دخل في الفترة الأخيرة حيز التطبيق في الجراحات الصغيرة من قبيل عمليات الولادة القيصرية. شروط التعافي السريع بعد عملية الولادة القيصرية مع الدكتور الاختصاصي في التخدير وعلاج الألم مدحت شلبي. كنا زمان بنقول للمريضة تصوم من قبل العملية بفترة طويلة، أو نقول لها من أول نص الليل تصومي خالص. الكلام ده مش مظبوط، لأن الصيام الطويل في حد ذاته نوع من الاسترس والتوتر على المريضة، وما بيحسنش الأوتكم أو النتائج بعد العملية. فاحنا دلوقتي بنقصر مواعيد الصيام. في الأكل العادي بنخليه فقط 8 ساعات. للشرب مثل المية أو الشاي أو أي شاي أعشاب بنسمح بيها لغاية ساعتين ما قبل العملية. بعد كده يوم العملية في حاجات تانية بنعملها بتحسن التعافي بعد العملية، مثل مثلا بندي المضادات الحيوية الوقائية للمريضة. تاني حاجة بندي وقائيات للتجلط الدم بعد العملية. يكون النزيف المهبلي بعد الولادة أمرا طبيعيا حتى في حالة الولادة القيصرية. قد يكون هذا الدم شديدا طيلة الأسابيع الثلاثة الأولى، وقد يتصاحب مع ألم خفيف يظهر من حين لآخر على مدار العام الأول بعد الولادة. ولكن إن لاحظت الأم تجلطات دم كبيرة بحجم كرة المضرب عند النزف المهبلي، وكان الدم ذات رائحة كريهة، ينبغي أن تسرع إلى زيارة الطبيب. الدكتور مدحت شلبي. إن علاج الألم في عمليات القيصرية مهم جدا، يخلينا نقدر نعود لحياتنا الطبيعية ونمشي. فإحنا دلوقتي بنستعمل طرق مختلفة متعددة مع بعضها لعلاج الألم. هو ده الترند اللي موجود في كل العالم دلوقتي. بنستخدم حاجات اللي هي مضادات التهابات زي الإيبوبروفين، بنستخدم حاجات زي الباراسيتامول، بنستخدم حاجات زي الدكساميثازون، بنحط أسطرة في الجرح تدي للجرح بنج موضعي، وعند اللزوم بنستعمل المورفين. بس المورفين هنا بنستعمله حسب المريضة، وبنقول لها برضو لو بتحبي تعملي شوين جم اللبان أو العلكة ممكن قوي تعملها وهي فايقة كويس، لأن ده بيخلي المصارين أو الأمعاء تنشط أكتر. بحثاً عن التعافي السريع بعد التعرض لعملية قيصرية، ينبغي تحاشي رفع أو حمل أشياء ثقيلة أثقل من وزن الرضيع، وممارسة رياضة المشي بشكل دائم على أن تتأجل تمارين عضلات البطن للأسبوع السادس أو الثامن. إلى هذا ينبغي أن يكون غذاء الأم غنياً بالفاكهة والخضروات والحبوب الغنية بالألياف، مبتعدة عن الطعام الدسم لمحاربة احتمال الإصابة بالإمساك.